اسمي ياسمينة، اقعدي. هاد الريستوران فارغ، ما كان حتى واحد. جوستومون حنا هما الاولين يجينا. شوفي ياسمين، انا نروح عندي شغل بصح ما نطوش نقول لك. وين تروحي؟ سبطال؟ نو ما نبقاش. داكوغ. واش تاكلي ولا واش تشربي؟ جواد واش كدير هنا؟ وماما وين راحت؟ ماما كرهت وما توليش. غير ما كانها تعيطي واحد ما حيسمعك. ريستورون فارغ الفاتح راه عندي. بصح ماما وين راحت؟ علاش خلاتني وحدي؟ انا ثاني نروح. ماما ماما الا قدرتي تسلكي راسك غير سلكيها. ماما وين راحت ماما؟ ماما شوفي سهله، قولك حاجه، نتزوجوا ولا لا؟ لا فاش؟ ايه ولا لا؟ لا 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 ولا يا ماما. مالا خلاص دبرها راسك، على خير انا رايح. تديني عند ماما؟ ايه ولا لا؟ لا ما جاوبتينيش. داكو ايه. ايه واش؟ انا قابله. خوافه، هيا روح. وراي موليها جابها واحد، خلصناها كلش، عطانا النيميرو تاع وليدها وراح. وعيطوا له ولا مازال؟ مازال ما يعيطوا له الحاله، ما راهش تعجب في الحين. دكتور الوي كيفاه؟ او انا جاي. دكتور انا دكتور الله يعيشك. واش كاين خير ان شاء الله؟ جابوها في حالة صعبة للغاية، كل محاولة تاعنا باش تقدر تفطننا للأسف شلت. كيفاه؟ ما قدرتش تفطن، واش معناتها؟ معناتها ما تزربش. راح نديروا لها أشعة للمخ تبين لنا السبب الرئيسي لعدم تجاوبها معنا، واللي فيه الخير بيجيبه، ما تقلقش روحك. إن شاء الله. دكتور قول لي الله يعيشك نقدر ندخل نشوفها؟ للأسف ممنوع، ماشي دوك. نقولك دكتور، كيفاه باش وصلت لهنا؟ شكون جابها؟ الله يعلم، جابها واحد الراجل وهو اللي عطانا رقم الهاتف تاع وليدها. وليدها انت جواد؟ انا هو جواد. هو اللي عطانا رقم الهاتف تاعك، قال لنا راجلها.
خرجت لها. المهم هي هنا على واحد من الساعه تخرج الاشعه والتحاليل واللي فيها الخير ربي يجيب. تخلقش روحك. صح. جوت وش صرا؟ احكي لي. توي كنت نهضر مع الطبيب قال لي جابوها في حاله على نص ساعه يخرجوا التحاليل جوز على مخها. مخها؟ قلت له ادخل نروح نشوفها. قال لي واحد ما يدخل. معليش كوخاش كوخاش جواد شوفوا وقعدوا هنا قدام هذوك نجي بلا كاش نصر عيط لي داكور. انتوما كيف سمعتوا شو قال؟ لحقنا ميساج كان عادي تقولوا لي مغلوق لحقوا بيماكم هاي في لوبيتال. خير ان شاء الله. وش قالك دابا على بطيتي؟ سمحوا لي ماكم عندها تيومور وسيرف ولازم لها عمليه درك. يماكم لازم تعيش. على بالي بلي شي صعيب بصح لازم تعرف. والعملية دي صعبة. كل عملية عندها نسبة نجاح ونسبة فشل والباقي على ربي. جواد اسمح لي ما نقدرش نبقى معاكم لازم نروح. ما تنساش تعيط لي. ان شاء الله ربي معاكم. راكو عيانين بزاف لو كنت تروحو تريحو ماشي خير. وقتاش تبداو العملية؟ راني نسنى حاجة بصح ما جاتش. معليش دوك يوجدو غرفة العمليات ونتكلو على ربي إن شاء الله. دكتور شحال نسبة نجاح هاد العملية؟ ما تخبيش علينا. كي نديرها أنا نسبة نجاحها ما تتعداش 40%. شحال؟ للأسف هذه هي الحقيقة. قول كي ديرها انت؟ حاب يقول كاين خير منك. نعم السيده امينه الدكتوره امينه ابو بكر. السيده امينه طاطا امينه طبيبه. طاطاك امينه من احسن جراحين مخ واعصاب في الوطن. واو سبحان الله بعد. واحد النهار جانا واحد نفس حالتي يماك اتصلت بها في نص الليل باش تقوم بالعمليه. كان عندها مشاكل مع زوجها السابق. جات ودخلت غرفة العمليات متوترة بزاف فقدت السيطرة على روحها والحالة اللي كانت حال طفل صغير للأسف الله يرحمه توفى. من ذاك النهار حلفت أنا ما زيدش تدخل البلوك. واليوم ترجيتها باش دي العملية رفضت ما حبتش. هلا نروح ونقنعها وإن شاء الله نجيبها. ما تعيش روحك ماشي حد قبل. نجرب. عندك ساعة ماشي أكثر. خطورة عيمة كل ما يجوز الوقت كل ما يتزيد في الخطورة. ماريا تتريح هنايا كش ما كان عيطي لي.
ملي سايرة عندك ساعة في وقتك سي جود. شي صايب؟ قولك حاجة أنيسة. ماريا. قولك حاجة ماريا، عندي أمل كبير أنها يمك تعيش إن شاء الله. نقولك علاش؟ اللي عندها وحدة كيما أنت ولا كيما خوتك ما تقدرش تروح وتخليهم. دكتور خالد ماما يقرب أسوكم. لا ربي يقدرني إن شاء الله وندير كل ما في وسعي باش تنجح العملية. هذا الشيء على وجهك إن شاء الله، ما تقلقيش. يماكم هي مليحه؟ من الصباح وانا نستنى. ميليسا جواد كاين والو، ما خليتيها كيما مازال. دوزو دكتور، على بالك علاش انا هنا؟ على بالي ما هيش حاجة سهلة. واش صرالك؟ وفهمتك، بصح قبل ما تخمي في هذاك اللي درتي له العملية ومات الله يرحمه، خمي في هذوك اللي درتي لهم العملية ونجحت. رامي مش ولا باس عليهم. سرعتي لهم الفرحة في قلوبهم. الفرحة اللي العائلة ديالنا عندها شحال ما عرفتهاش. نسيتها. خويا فراس مات الله يرحمه. حتى هو صغير في عز شبابه. ما زدناش يا مات وشات الضربة تاع باباه وما كانش لي ما سمعش. تحوزنا من الدار. عمي سعيد مات. قاتلي غريب ما برك قاتلي واش بقى كيما تحبي. عملية من أعلى مصالح نديروها، كل شي هو بين يديك. وشي صرا غير اللي كتبو ربي هذا ما كان. ميليسا thank you.
دكتور دير اللي عليك. ربي يقدرني ان شاء الله. ادعوا لها. ان شاء الله. هادو هنا راهم. محبتش يا ربي وجه الخير. وحشناك بابا، وين كنت هاد الوقت كامل؟ إليسا خليها ماشي وقتها. خليها وليدي، مزوزية تاي كيف حبيت ما تفشش. في بالك أنا كنت قادر نروح ونخليكم؟ في النار نموت 20 خطرة ولا أكثر. بس قولوا لي كيفاش حبيتوا نقابل وجهي معكم وأنا اللي بهدلتكم، حطمت لكم حياتكم، دليتكم؟ هاد الدنيا، هاد الدنيا علمتنا بزاف حوايج. وعلمتني معكم أنا تالي. ما يقدرش يروح يخليهم. العملية نجحت. العملية نجحت 100% بفضل الله عز وجل. الحمد لله. يعطيك الصحة. الله يسلمك. مي الصحة قولوها الدكتورة أمينة بوكر. اليوم في البلوك صارت معجزة. مقبلة قلت لكم بلي نسبة نجاح العملية كان 40%. كنت نخبي عليكم. نسبة نجاح العملية كان ما يتراوش 10%. وبفضل الله والحمد لله نسبة نجاح العملية تولي الدكتورة أمينة بوكر. الحمد لله. دكتور نقدر نروح نشوفوها اليوم؟ امبوسيبل، غدوه ان شاء الله. الحمد لله.
بارك الله فيك دكتور. راهي هي هي ما تبدل فيها والو. بصح عندها مجوست. ربي يقدرني ونعوضها كاع التعب اللي جازت عليه. بابا هاكا علمتك دير لي بويون. كلب ما ياكلوهش. اقسم بالله غير تاع الحبس تاعكم واقيلا خير من تاع اللي طيبته بنتك هذا. بابا نحي ليا ما ناكلش. على بالك الطبيب تاعك هذاك ولا غير يطلقك في نهارك. طبيب؟ انا مش مطبيب. ايه انا بالك انا البارح كنت ميته كنت نسمع في كلش كنت راقده برك هذا ما كان. سمعت كامل هذاك التويت تاعك تويه مسلسل تاع العشق والغرام. ماما باين باللي نحاولك باش يتيمور مخك معاه. ايه قولي لي برك بنتي واش عجبك فيه يا ربي. على بالك هادو الشريرجان كي لي فامبير يحبوا غير الدم. اي ماما هاكي تاكلي لا سوب؟ لا 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 سوب لا 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 نحي ليا ما ناكلش ما ناكلش مانيش نهضر. الظرف الأول شركة أنبئة العالمية قيمة العقد مليار دولار ومدة الإنجاز 24 شهر. الظرف الثاني شركة تيراماس المشتركة بين الجزائر والمغرب قيمة العقد 600 مليون دولار ومدة الإنجاز 24 شهر. الظرف الثالث أدوية الأردن قيمة العقد 580 مليون دولار ومدة الإنجاز 24 شهر. الظرف الرابع شركة ميليسا للأدوية قيمة العقد 450 مليون دولار ومدة الإنجاز 24 شهر. بعد فتح الأظرفة شركة الفائزة بالمناقصة شركة ميليسا للأدوية. مبروك عليكم. صح اسمح لي أستاذ كاينة حاجة واحدة بك حابة نزيدها. نعم. أنا حابة تبدل اسم الشركة. وعلاش بنتي حبيتي تبدلي الاسم تاع الشركة؟ خاطر اسم الشركة لازم هذه هي حكايتنا. لا غالب شقيناكم معنا فيها الدوني اكثر من المليح على حساب الدنيا. الدنيا هكا دايره تانيك دي هوي دي با. ماريا اختي تزوجت مع هذاك طبيب صهيب عندها طفله وسماتها ليندا. شابه ميليسا كما توقعتو دها رامي. حياتهم في الأول كانت شوية صعبة كانوا شي يخدموا بين زوج. مع الوقت بالعقل بالعقل الحمد لله نبع عليهم ربي. كنت شوفهم مرة الأولى تحس بلي يتحب ربي دوما.
السي نزيه ما يتعلي دمرتو وراحوا داروا حجه نبداو حياه جديده. ولينا نقولوا له الحاج نزيم انا الحمد لله راني مليح مع ياسمين نحبها اكثر من روحي. امينه رجعت للمهنه ديالها وعاود ولات للسبيطار تخدم وزادت سمعتها وراهي مطلوبه في اكبر المستشفيات تاع الجزائر وحتى تاع العالم. ولا الباقي كاش نحكي لكم عليهم كاين اللي خداو جزاءهم وكاين اللي خفت لهم الدولة الحكم وقريب يخرجوا ان شاء الله ويبداو حياة نظيفة وهذه هي الدنيا.